السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نظام. والفيديو ده بناء على طلب ناس كتير إن احنا هنحاول نشرح فيه إزاي نذاكر على موقع كورسيرا. احنا عملنا فيديو قبل كده إزاي تاخد شهادة معتمدة على كورسيرا من غير ما تدفع فلوس. فالأسئلة كتير، أكتر سؤال اتكرر هو هل الشهادات دي أذاكرها إزاي؟ يعني أنا دلوقتي عرفت أدخل بس مش عارف امشي ازاي. طبعا مش بنقول نذاكر ازاي اللي هو تعمل جدول مذاكره ونصايح المذاكره، لا، انا بتكلم الويب سايت نفسه ماشي ازاي. فاحنا دلوقتي جوه كورسيرا دوت اورج، افترضنا ان انت دخلت كورس خلاص وعملت فاينانشال ايد، تمام. اول حاجه عايزين نتكلم عنها في الكتالوج هنا هي حاجه اسمها سبيشاليزيشن. فانا دخلت مثلا على كمبيوتر ساينس، هنا عايزين نقول ايه هي السبيشاليزيشن دي. هنلاقي مثلا لو دخلنا عند على ديزاين اند برودكت، ودي اكتر حاجه انا بحب اقرا فيها او اسمع فيديوهات عنها، فهنلاقي مثلا في هنا دي مش كورسات، مش كورس واحد، دي حاجه اسمها سبيشاليزيشن بتتكون من عدد من الكورسات. مثلا انتراكشن ديزاين، الويب ديزاين، الجيم ديزاين، الاجايل ديفلوبمنت، سوفت وير برودكت مانجمنت. طيب ايه السبيشاليزيشن دي؟ دي عباره عن عدد من الكورسات معتمده على بعض، المفروض ان انت بتاخدها في ترتيب معين، يعني تبدا بالكورس الاولاني ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع على حسب عدد الكورسات دي. وفي النهاية بيبقى فيه مشروع انت المفروض تعمله بناء على اللي اتعلمته في كل الكورسات دي. الفكرة في ان انت اول حاجة بتبقى متخصص في حاجة معينة، يعني بدل ما تاخد كورسات وتشتت نفسك كورس هنا وكورس هنا وكورس هنا، لا، انت بتاخد نقطة معينة عايز تفهمها كويس قوي. فمثلا انت عايز تفهم الويب ديزاين، فبالتالي بيعمل لك 5 كورسات ورا بعض في الويب ديزاين. فمثلا لو دخلنا على السوفت وير برودكت مانجمنت او الاجايل ديفلوبمنت كمثال، فهنا مثلا السوفت وير برودكت مانجمنت، تمام، دي السبيشاليزيشن بيكلم لي عنها. ده اول حاجه بيقول لك ايه المستويات، عباره عن 6 كورسات وفيها بروجكت وسيرتيفيكت. نقطه مهمه قوي في اي كورس ادخله او سبيشاليزيشن لازم اركز هنا المستوى بتاع الحاجه دي. هنا دي بيجنر، يعني ممكن تبقى مبتدئ عشان تدخلها، مفيش مشكله، حتى لو ما عندكش اكسبيرينس سابقه في مجال معين ممكن تدخلها. يا ريت ما حدش يستهون بالحته دي لسبب، لو كانت مش بيجنر لازم بجد بجد تبقى فاهم الحاجات اللي هي بيقولوا عليها البري ريكويسيتس، عشان لو الحاجات دي مش عندك شبه مستحيل تفهم الكورس، يعني لازم هتحس ان انت متاخر قوي عن الناس ومش عارف تفهم. طيب هنا عندنا مثلا كورس رقم 1، احنا بنتكلم في سبيشاليزيشن انتروداكشن تو سوفت وير برودكت مانجمنت، بيقول لك ان الكورس ده هيبدا من 30 يناير ل 20 فبراير. هل ده الميعاد الوحيد؟ لا، دي الابكامينج سيشن، في مواعيد تاني هتيجي بعده. الكورس اسبوعين، وكل اسبوع من ساعة لساعتين، ودي نقطة نركز عليها عشان برضو ناس كتير قالت ازاي اخد شهادات كتير، يعني ازاي واحد واخد 10 شهادات على كورسيرا. يا جماعة كورس اهو، الكورس المجهود المطلوب منك 4 ساعات، ساعتين في الاسبوع على اسبوعين، انت ممكن تقعد يوم وتخلصه. طيب لما ندوس مور ديتيلز، دي المحتويات اللي هنستفيد منه في الكورس ده، ودي الفيديوهات ويك 1 وويك 2، بعدين هتدخل مثلا على الكورس التاني. طيب الكورس التاني الافضل انك تاخده بعد الكورس الاولاني، تمام. نيجي بعد كده مثلا الكورس التالت، فبيقول الكورس التالت والله 4 ويكس 4 ويكس 4 اسابيع من 3 ل 4 ساعات في الاسبوع، ده متوقع. لو قلنا 4 ساعات، لو انت راجل مجتهد بقى وهتذاكر درس باجتهاد، يعني الكورس هياخد منك 16 ساعة، ممكن تخلصه في اسبوع، ممكن، هو مش لازم تمشي على الجدول اللي هو حاطه لك، ممكن تسبق الجدول ده. الكورس الرابع نفس الكلام، 4 اسابيع ساعتين في الاسبوع. اخر حاجة بقى الكورس الخامس، وبعدين اهي كابستون برودكت مانجمنت، سوفت وير برودكت مانجمنت كابستون. في نقطة، انت الكورسات دي رغم انها معتمدة على بعض بس ممكن ما تكونش كلها معتمدة على بعض، يعني ممكن يكون عشان تاخد الكورس التالت زي ده مثلا لازم تاخد 1 و2، لكن ممكن تلاقيه بيقول لك لا الكورس الرابع مش معتمد على 1 و2، عايز تاخده قبلهم ممكن تاخده، ممكن انت حابه اكتر، ممكن مثلا السيشنز مش متوافقه معاك. يعني انا فعلا في السبيشاليزيشن دي انا خلصت اول كورس وتاني كورس، والكورس التالت لسه ما بداش، لسه هيبدا 30 يناير، لسه بعد اسبوع، فانا ممكن ادخل على الكورس الرابع لو كان مش معتمد عليه. الاستثناء الوحيد هو الكابستون بروجكت، ده ما ينفعش تدخله اصلا، مش هيتفتح لك غير لما تاخد ال5 شهادات اللي قبله. طيب لما ناخد ال5 شهادات والكابستون هتطلع لي شهاده واحده بالسبيشاليزيشن كلها، دي افضل طبعا، بدل ما السي في بتاعك يبقى مليان كذا شهاده بيبقى في شهاده واحده بالسبيشاليزيشن والمحتويات بتاعتها، عشان لو ربنا اكرمك وخدت كذا سبيشاليزيشن. طبعا البروجكت بيختلف من كورس لكورس على حسب المجال، لو كورس بروجرامنج فالبروجكت بيبقى بروجرامنج، لو كورس انجلش بيبقى مثلا رايتنج، ايا كان ممكن يقول لك سجل فيديو، على حسب كل سكوب بتاع كل كورس. انا هنا مش بوجه كلام مثلا مهندسين بس او محاسبين او ناس بتوع اللغه، لا،
كلام عام لكل الناس اللي داخله على كورسيرا، وكل واحد هو حابب يدخل في مجال ايه. انا بتكلم كلام عام. طبعا هنا الفلوس احنا مش هندفع حاجه يعني دي معروفه. هنا عندنا مثلا الست كورسات لو بنتكلم 80 80 80 80 يعني 160 320 حوالي $500، احنا بنتكلم في 10,000 جنيه تقريبا لو هتاخد الكورسات دي كلها، لو هتدفع طبعا. لو مش هتدفع احنا قلنا ازاي، عشان احنا الحمد لله حالتنا الاقتصاديه جميله جدا. طيب نفترض ان انا دخلت السبيشاليزيشن اهي، ده الهوم بتاعي، والله كورس 1 انا ذاكرته وخلصته فبيجيب لي عليه علامه صح، تمام. طيب كورس 2 خلصته ومرتب له اهو الكورسات بالترتيب لغايه اخر واحد، وحاطط لك الميعاد اللي الكورس هيبدا فيه. طب احنا عندنا مثلا كورس نمبر 4 اجايل بلاننج، ده هيبدا من 27 مارس ل 1 مايو. انا مش فاضي في الوقت ده، وهيفتح يوم 4 مارس يعني اقدر ادخله من 4 مارس، انا مش فاضي في الوقت ده. بدوس هنا وبتطلع لي كل المواعيد المتاحه بتاعت الكورس في 30 يناير ل 6 مارس، 27 فبراير ل 3 ابريل وهكذا. طب نفترض ان انا اخترت 30 يناير ل 6 مارس، اهو ظهرت انرول ناو لان الكورس خلاص هيبدا، والنهارده على النتيجه 24 يناير، فده بعد 6 ايام فانا اقدر ادخله دلوقتي. طبعا ما بعد ما بعمل انرول وادخل الكورس، بدخل من جوه الكورس بقى بعمل فاينانشال ايد من هنا، تمام. لازم اعملها كورس بكورس. جوه الكورس بقى بيقول لي اللغه، بيقول لي الوقت اللي هنحتاجه، وبيقول لي ان خد بالك ان الكورس ده جزء من سبيشاليزيشن، يا ريت ما تاخدهوش لوحده. طيب عندي الكورس ده انا دخلته واقدر ادخله، عملت بقى خلاص فاينانشال ايد زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. ازاي اذاكر بقى؟ جو تو كورس، خلاص كده احنا جوه الكورس اوريدي وعايزين نبدا مذاكره، والكورس ميعاده دلوقتي. ده منظر اي كورس لما بدخله من جوه. هنا بيقول لي ويك 1، جايب لي علامه جدول. الجدول ده مقترح، نركز في النقطه دي. مفيش حاجه اسمها الكورس الامتحان فاتني فمش هقدر ادخله، السؤال ده ناس كتير بتساله. لا، الكورسيرا بيسهلك الموضوع خالص، طول ما انت عايز تذاكر هتلاقي حد يذاكر لك. فهو فاتح لك ويك 1 طبعا عشان الكورس لسه هيبدا يوم 30، فويك 1 بس اللي مفتوح. لما ادخل على ويك 1 دي الفيديوهات اللي جواه، تمام. فمتقسم والله انترودكشن سبيشاليزيشن بريفيو 2 مينتس، وبعدين ملفات عادي، بعدين فيديو. اي علامه بلاي دي معناها فيديو. اهم حاجه طبعا في اي كورس هي الفيديوهات، مش اي ريدنجز. يعني مثلا هننزل تحت هتلاقي في سبلمنتال ريسورسز، دي حاجات مش مطلوبه. اهم حاجه هي الفيديوهات في اي كورس، الفيديوهات الفيديوهات. طيب في عندنا هنا مثلا والله ليسون 1 اهو فيديوهين، نفترض ان احنا شفناهم. ليسون 2 فيديوهات، وبعدين حاجه اسمها براكتس كويز. كويز 15 سؤال انجريدد. يعني ايه انجريدد؟ يعني كويز ده مش محسوب في الدرجات بتاعت الكورس. حليته ما حليتهوش مش هتفرق. فانا مثلا لما دخلت على الكويز اهو انجريدد، ادوس ستارت كويز، وايه دي الاسئله. اغلب الكويزات في كورسيرا بتبقى مالتيبل تشويس، ده الكويزات. لسه هنتكلم عن الاساينمنتس. فمثلا بيقول لي الكلاينت اي ونت يوزر انفورميشن تشيك تو ذات ابلاي، اختار اختيارين اللي هم صح. انا بفترض طبعا، نفترض ان انا بحل، طبعا ده انجريدد فمش هيفرق في حاجه، فانا بجرب معاكم يعني واحل كل الاسئله. اكيد طبعا دي اجابات عشوائيه. ادوس سبميت كويز، بتظهر لي النتيجه هنا. بيقول لي والله انت جبت 0 من 15، وعلشان تنجح لازم تجيب 80% او اكتر. طبعا انجح في الكويز اللي هو اصلا ما عليهوش درجات. والميزه بقى ان هو دي نقطه مهمه، لما بحل بيقول لي انا ليه غلطت وايه الاخطاء. يعني مثلا هنا بيقول لي والله لا انت ما اخترتش دي، المفروض تختار دي. ما اخترتش دي ده صح، ما اخترتش دي ده صح. طب ديفلوبمنت كونسترين انت اخترتها، لا المفروض ما تختارهاش عشان كذا. انا شخصيا وبنصح اي حد لما تذاكر كورس وخلاص انت خدت نوتس وكتبت، اول ما تدخل الكويز وتلاقي نفسك حاجه حليتها غلط اكتبها في النوتس بتاعتك، هي دي احسن طريقه للمذاكره. وبعدين ما تدخلش الكويز تاني غير لما تكون كتبت النوتس دي وذاكرتها، تمام. لان هي دي فعلا الحاجات المهمه، سواء انت هتقدم بدي في شغل مثلا انترفيو، او هتذاكرها كماده علميه تفيدك. هي دي اكتر نقط اللي هتغلط فيها، دي هي اكتر حاجات انت محتاج تركز عليها. مثلا هنا نفس الكلام، والله لا الاختيار ده غلط وعلشان كذا، فانت المره الجايه هتجرب اختيار تاني واكيد هتكون ذاكرت اكتر وهكذا. نرجع تاني للهوم، واحنا في ويك 1 اهو، فعايزين بقى ندخل على الكويز الجريدد اهو. كويز موديول 1 اسسمنت جريدد 8 كويشنز. لما ادخل عليه ده بقى الكويز النهائي بتاع الويك 1، بيقول لي خد بالك لازم تجيب على الاقل 70%، تمام. دي اول حاجه. This quiz counts towards passing the course، يعني الكويز ده بيفرق في درجه نجاحك في الكورس، وليك 3 محاولات كل 8 ساعات.
طبعا هتقول لي كتير، اه انت حر يعني، عايز تغش وتاخد الشهادة من غير مجهودك هتتقفش بعدين في اول انترفيو او في اول مناقشة مع حد فاهم يعني. فحاول لا بلاش تبقى الهدف الاساسي للشهادة، حاول بجد انك تذاكر قبل ما تمتحن، تمام. وهنا بيقول لك انجح في الامتحان ده قبل 5 فبراير الساعة 12 باسيفيك. طيب هل ده ميعاد حقيقي؟ لا، ده مجرد ميعاد مقترح علشان انت تحاول تلتزم، ما التزمتش بيه مش مشكلة. لو دخلت في يوم واحد قبل ما الكورس يخلص ورصيت كل الكويزات وضحيت اليوم ده كله هيديك الشهادة عادي جدا. لما ادوس مثلا ستارت كويز اهي الاسئلة نفس الفكرة، نجرب مثلا اجابات عشوائية، تمام. طبعا انا بعمل كده لاني بعد 8 ساعات اقدر ادخل الكويز ده تاني، مفيش اي مشكلة. وادوس بيقول لي انا طارق رشدي بأشهد ان الحاجات دي انا اللي شغال اللي عاملها مش حد تاني اللي عاملها لي، ولو كنت غافش الحاجات دي ممكن كورسيرا يقفل الاكونت. ودي بتحصل وهنشوف ازاي بتحصل يعني، بس مش بتحصل في الكويزات لكن بتحصل في البير ريفيو، وهنشوف ايه البير ريفيو ده دلوقتي. لما ادوس سبميت كويز بيقول لي مثلا والله لا انت جبت 12%، حليت سؤال واحد صح ومحتاج 70% على الاقل، وخد بالك ان انت ممكن تراجع وتذاكر تاني. وتدوس ريفيو ريليتد ليسون بقى، اول ما تدوس عليها الجميل ان هو بيوديك ليه ويك 1 ويقول لك لا ده الليسون اللي انت كنت فيه راجعه كويس وارجع تاني. ليه ويك 2 ويك 3 ويك 4 مش مفتوحين؟ لان لو دخلت كده على ويك 2 هلاقي ان الكويز عليه قفل، او البير ريفيو هنقول اللي هو ايه ده عليه قفل. ليه عليه قفل؟ لان الكورس لسه ما بداش. لو دخلت يوم 30 يناير اهو الكورس مكتوب ان هو هيبدا يوم 30 يناير، فويك 1 هو سايبه لك كبدايه يعني، تمام. لكن ويك 2 ويك 3 ويك 4 مقفولين، ودي كل الكويزات ده زي تايم لاين كده، يقول لك والله ويك 1 في كويز واحد، ويك 2 في كويز، ويك 3 في كويز، ويك 4 في كويز، و امبيجوس ريكويرمنتس كويز، حاجه ثلاث كويزات انا ما اعرفش هما ايه. طيب عايزين نعرف الكورس ده بتتحسب درجاته ازاي؟ انا جبت في كويز مثلا 75%، انا عايز اعرف انا هجيب كام في الفاينل جريد، تمام. ففي هنا على الجنب احنا دخلنا كورس هوم جواها الويكس، وفي تحت الجريدز. من الجريدز بيقول لي كل حاجه عليها كام في المية، دي احلى حاجه بقى في كورسيرا. يعني مثلا بيقول لي والله انت عندك 8 اساينمنتس لازم تنجح فيهم كلهم، تمام. طبعا في كورسات لا، الكورس بيقول لك لا مش لازم. هنا ده عليه 15% الويت، ده عليه 5%، ده عليه 5%، ده عليه 10%، وهكذا نجمعهم نلاقيهم 100%، وده الديدلاين. نجحت فيه ولا لا؟ ودرجتك كام في المية؟ طيب انا اعرف منين برضو درجتي كام؟ له how to pass this course by the required number of graded assignments to pass this course. يبقى الكورس ده نظامه ان احنا لازم ننجح في كل الكويزات دي علشان ننجح في الكورس. ننجح بكام؟ بمينيمم درجة اللي هو طالبها في كل كويز. في الكورس ده هو طالب 70%، في كورس تاني بيطلب 80%، في كورس ممكن فعلا كويز يبقى 90%، بتبقى عقدة بقى اللي هو انت ما ينفعش تغلط في سوق اكتر من سؤال، والسؤال اصلا مثلا خمس اختيارات واختار الاثنين الصح. دي كورسات مريت بيها قبل كده وفعلا بتبقى عقده يعني، انت تقعد تذاكر الكورس مره واتنين ومش عارف توصل الاجابه غير بعد وقت. وفي كورسات الموضوع سهل بس في الحالتين انت بتستفيد. بعد كده عندنا الديسكشن فورمز، ده زي منتدى انا شخصيا ما بدخلهوش خالص عشان ابقى واضح، بس يعني انت ممكن تدخل فيه بقى وتتكلم بما ان الكورس ما بداش فشبه فاضي، لكن لو عندك اسئله ممكن تدخل وتكلم الناس وتتعامل معاهم. انا ما بتعاملش فيه، بدخل اخد الكورس وادخل الكويزات وبمشي. طيب هنا انا دخلت على الريسورسز، دي جواها كل الحاجات اللي اقدر اعملها داونلود تبع الكورس. مثلا عندي الكورس نوتس، فبيقول لي الكورس نوتس موجود كفر everything that we cover in our video lectures. الكورس ده بيقول لك والله النوتس بتاعتنا هي نفسها الفيديوهات، انت راجل مش فاضي ما بتحبش تشوف وش الانستراكتور خالص، اقرا النوتس وما تتفرجش على الفيديوهات. عايز تتفرج على الفيديوهات بس ماشي، عايز تعمل الاثنين عشان دماغك تبقى زي الفل ماشي. فمثلا لو دوسنا هنا دي النوتس، انا ممكن اقعد اذاكر النوتس. انا شخصيا بحب القرايه اكتر من الفيديوهات مثلا، فدي بالنسبه لي حاجه كويسه ان انا اذاكر النوتس بدل ما اتفرج على الفيديوهات. بس النوتس مش قليله يعني، احنا بنتكلم في 43 نوت اهم، هما نفسهم اللي بيتقال كلام كتير يعني. بس بصراحه بجد انا افضل ان انت تتفرج وتقرا نوتس مع بعض. وبص نوتس جميله وحاجه زي الفل، ممكن تطبعها ممكن تحطها بقى على التابلت بتاعك زي ما تحب. طيب هنا مثلا الكورس ماب، دي الكورس ماب بيقول لك والله موديول 1 هناخد فيه كذا، موديول 2، موديول 3، موديول 4، دي الحاجات اللي موجوده في الكورس. عندنا مثلا موديول 1 سبلمنتال ريسورسز، دي بقى ايه؟ لو انت خلاص مخلص الكورس وراجل شاطر بس عايز اتعلم اكتر عن الموضوع ده، مش مكتفي بالمعلومات دي،
فبيقول لك مثلا هنا ويكيبيديا اكسبلانيشن اباوت فانكشنال ريكويرمنتس اف يو وونتد مور انفورميشن، لو عايز معلومات زياده عن الفانكشنال ريكويرمنتس والله اقرا من ويكيبيديا اللينك ده. طيب مثلا اي تريبل اي كاتبه عن موضوع معين في السوفت وير، ستاندرد جلوساري اوف سوفت وير انجينير ترمينولوجي، ممكن تقرا البي دي اف ده عاملاه اي تريبل اي. وعلى فكره في اوقات بجد بيحطوا لك مثلا كتاب حقيقي بفري، يعني بيقول لك النسخه دي موجوده عندنا والله لو انت كطالب ممكن تقراها، وهكذا. دي بقى للناس اللي حابه الريسيرش قوي وعايزه بقى ايه تدخل في الموضوع بقلبها يعني، فاهم؟ فهو ما بيقفلش عليك السكه، لا بيفتح لك افاق اعلى ان انت تقدر تعرف معلومات زياده عن الموضوع. وفي الاخر الكورس انفو اللي فيها شويه معلومات عن الكورس مالهاش اي عايزه. تمام. وبيقول لك هنا الريليتد كورسز مثلا، والله لو انت عايز كورسات شبه الكورس ده اهي في نفس الموضوع، وهكذا. هنا بقى انا دخلت على سبيشاليزيشن اسمها كارير سكسس، وفيها انا خلصت الكورسات بس واقف على سبيشاليزيشن، والموضوع طلع صعب فعلا يعني. تمام. فعايز اوريكم بقى فكره ان انت لو خلصت الكورسات اللي في السبيشاليزيشن وفاضل لك البروجكت اللي في الاخر، الكابستون بروجكت اللي هو اخر كورس في السبيشاليزيشن. فاهي مثلا دي كارير سكسس اهو، كورس 1 كورس 2 كورس 3 كورس 4 5 6 7 8 9، وفي الاخر المفروض تاخد البروجكت. ودي بصراحة سبيشاليزيشن كويسة يعني لأي حد، كلها سوفت سكيلز مفيش أي حاجة فيها تكنيكال، أيا كان تخصصك فهي حلوة وممكن تدخل فيها. طيب في البروجكت بقى هو مديني 6 ويكس، تمام، 1 2 3 4 5 6، وعندنا ويك 1 مفيش ناثينج ديو، مفيهوش أي حاجة. يعني إيه مفيهوش أي حاجة؟ هو البروجكت هو مش عايزك تعمل حاجة، هو بيقول لك اعمل حاجة في الآخر وأنا زي بتابع معاك كل أسبوع، بقول لك والله أنت الأفضل إن أنت خلال الأسبوع ده تكون قريت كذا، والله الافضل الاسبوع ده تكون كتبت كذا. يعني مثلا انا طالب منك بروجكت 50 صفحه، فهقسمهم لك كل اسبوع 10 صفحات، مجرد ان الراجل بيساعدك. طيب عايزين نفهم بقى فكره البير ريفيو، تمام، هي دي اللي انا جاي عشانها، دي موجوده في البروجكت وموجوده في الكورسات العاديه. ايه البير ريفيو ده؟ انا دلوقتي في الكورس احنا شفنا ان في كويزات صح، وكلها مالتيبل تشويس. طب هل دي حاجه فعاله دايما؟ لا، لاني انا في كورسات لازم اخليك تشتغل بايدك، يعني كورس مثلا انجلش وعايزك تتكلم او عايزك تكتب، كورس رايتنج تمام، او كورس بروجرامنج وعايزك تعملي برنامج بيعمل فانكشناليتي معينه، فازاي اعرف انك شغلته؟ اكيد يستحيل ان الانستراكتور يقعد يصحح 1000 صفحه 1000 طالب، لان طبعا هنا يعني الموك في ناس كتير قوي، والله ممكن يكونوا اكتر من 1000 يعني. وفي نفس الوقت مستحيل يعين ناس يعملوا ده، موضوع مكلف جدا. فاخترعوا فكره جديده اسمها بير جريدد اساينمنت. لما بندخل بقى بيقول لك البير جريدد اساينمنت الكابستون بروجكت فكرته في ايه؟ انا طبعا دخلته قبل كده وجبت 13 من 24 والنجاح من 17، فسقطت يعني مش مشكله، تمام. تمام. هو هنا مثلا في البروجكت طالب مني اعمل حاجه اسمها سوات ماتريكس وسوات اناليسيس، تمام، وبرزنتيشن عن الكلام ده. انا بعمل سبميت ماي سبمشن اهو للحاجه اللي هو طالبها، هو طالب مني ماتريكس وطالب مني ريبورت وطالب مني باوربوينت، وبعمل لهم ابلود دوكيمنت دوكيمنت وباوربوينت، وبعمل سبميت او اديت سبميشن بعد ما بعمل سبميت. وبيطلب مني ان انا اعمل ريفيو اهو، ريفيو يور بيرز وعليها صح، ان انا بدخل اشوف اصحابي في الكورس الناس اللي زيي اللي عملوا نفس الواجب ده اللي انا حليته وسقطت فيه الحمد لله، هل الواجب بتاعهم يديهوني ويقول لي والله خد بالك انا عايزك تصحح الواجب بتاعهم. واحد هيقول لي ازاي يعني، انا دلوقتي انا مش مؤهل اصلا ان انا اصحح واجب اصحابي. لا، هو بيقول لك مثلا والله خد بالك انا الواجب بتاع صاحبك انا هديك تيست كيس، هديك 10 حاجات وتعمل صح جنب كل حاجه فيهم. والله مثلا انا طالب ان هو يكتب 5 صفحات، هل الفونت في الصفحات دي اكبر من اصغر من 18؟ ما هو ممكن يكتب 5 صفحات بفونت 24 بيستعبط، فتقول صح. طيب هل هو كاتب فيه عن 1 2 3 4؟ صح صح صح. فمثلا انا هعمل ستارت ريفيوينج، هوريكم دلوقتي فعلا ازاي بعمل ريفيو للاساينمنت بتاع اصحابي. طبعا هو بيقول لي انت عملت 3 ريفيوز بس والله عايز تعمل ريفيو زياده مفيش مشكله. فمثلا الاستاذ يوسف ازرق ده 10 يناير 2017 نزل السوات ماتريكس، فانا هروح احملها تمام، وهحمل الدوكيمنت وهحمل باوربوينت واقراهم. طبعا انا كده بستفيد برضو يعني، انا في الكورس لما سقطت قريت الحاجات بتاعت الناس التانيه، وكل واحد بيختار مشروع يشتغل عليه، ففهمت هم نجحوا ليه وايه اللي عملوه احسن مني، فبحاول بقى الشهر الجاي لما الكورس يفتح تاني اصلح الحاجات دي. فهو بيقول لك والله السؤال الاول، هل هو في ابلكيشن على النولج اللي خدها؟ إيه لا،
قوي بقى، 1 2 3 مثلا الريسيرش، والله ريفليكتس ليميتد يوز اوف كومباني ريسيرش، هو بيقول لك تجيب شركه وتعمل ريسيرش عليها، فهو بقى تو اند ديمونستريت مينيمال اندرستاندينج، يعني اديله نقطه واحده لو كان خد مجرد معلومات قليله من الشركه دي عشان يطلع المنتج، هتقول له اه، او سفيشنت يوز يعني عمل بحث مناسب وكويس بس عادي وفي بيزك اندرستاندينج، او مثلا اكستنسيف يوز، لا الراجل ده ذاكر بجد ومسك الشركه دي فرمطها وطلع بالمعلومات وهكذا. طيب هنا مثلا السوات اللي احنا خدناها دي حاجه كده سترينث ويكنس اوبورتونيتي اند ثريت، حاجه كويسه يعني، بيقول لك والله لا هو فاهم اللي عمله ده بيعبر عن فهم قليل قوي عن السوات، او سام اندرستاندينج او ثورو اندرستاندينج يعني فهم عميق للسوات اناليسيس وهكذا وهكذا كل الاسئله، وسبميت ريفيو في الاخر يعني انا بعد كده ايه بقيم الشخص ده. طب السؤال المهم، انا بقيم الناس والله واحد جه قيمني وظلمني، هو ما بيفهمش اداني درجات قليله، انا كده اتظلمت وهسقط؟ لا، الكورس كورسيرا عاملين نظام حلو ان انت بتقيم ثلاثه صح، فبمعادله بسيطه انا معنى ان انا بقيم ثلاث اشخاص يبقى في ثلاثه بيقيموني، تمام؟ الثلاثه اللي بيقيموني دول هم في كورسيرا بيستثنوا الدرجات القليله قوي، يعني نفترض مثلا واحد اداني 15 من 20، واحد اداني 18 من 20، واحد اداني 3 من 20، لا والله بمعادله كده بالجوريزم هم عاملينه بيقول لا 3 من 20 دي درجه مش واقعيه، تمام؟ اكيد يعني المتوسط مش مظبوط كده، في اتنين ادوا له درجه عاليه قوي وواحد ادى له درجه قليله قوي، يبقى هنستثني القليله قوي، وبياخدوا مثلا المتوسط بتاع الدرجتين الاعلى. معرفش بالظبط بتتم ازاي العمليه دي، بس ما حدش يقلق، يعني انا ما حصلش قبل كده ان انا اتظلمت، انا بقول شخصيا يعني، فانت على قد مجهودك هتنجح، بل بالعكس في اوقات الناس اللي بتصحح، يعني انا لما بصحح الواجب بتاع حد مثلا ببقى كريم شويه، ما برضاش افتري. هنا بقى النقطه اللي بقول للناس بلاش تغش على كورسيرا. ليه؟ علشان دي هي الطريقه اللي كورسيرا بيعرف منها اذا كنت غاشش، انا لو شفت واحد بيغش من حد ان انا باين قوي ان المشروع ده مش بتاعه، والله شفته غش من حد تاني، ببعت الكورسيرا بقول له خد الفلان ده عامل حاجه سسبيشيس، حاجه مش مريحه. لو جه عليه كذا ريبورت بيراجع بروفايله وفعلا لو لقي ان هو غاشش، مثلا احنا عندنا اتنين حالين نفس الحل، ما انا ممكن اصلا اعمل كده، ممكن احمل الثلاث ملفات دول وارفعهم على انهم الواجب بتاعي. طب كده في اتنين اساينمنت متطابقين، هيشوفوا والله لا الراجل التاني مقدم قبلك، يبقى انت اكيد سرقه منه، احتمال كبير بروفايلك يتقفل على كورسيرا للابد وكل شهاداتك تضيع عليك، وبرضه عشان اتقي ربنا بلاش حد يغش يعني احسن كده. اظن ان انا غطيت الموضوع يعني، ما اظنش في حاجه ناقصه، لو حد عنده اسئله تاني يكتبها في الكومنتس مش مشكله، انا اعمل فيديو تاني عادي. وهنا ده الهوم بقى، لما انت بتبقى راجل ناشط على كورسيرا بيقول لك مثلا الكورسات بتاعتك اللاست اكتيف، دي اخر كورسات انت دخلتها كارير سكسس عشان انا فاتحه دلوقتي، قبله سوفت وير برودكت مانجمنت، تمام؟ وانا واقف فين؟ خلصت كورسين وده التالت، وبيساعدني انتروداكشن تو اي او تي، والله لا انت واقف عند الكورس التاني شوف رايح فين، بايثون فور ايفري بادي وهكذا. مفيش حد اقصى الكورسات اللي ينفع تشترك فيها على ما اظن، انا مشترك في حوالي 10 كورسات ومش اكتف غير في واحد او اتنين، ده الاكتف، ده الان اكتف، حاجات اللي انت والله ما بتدخلهاش من فتره، زي ده مثلا ما دخلتوش فعلا من فتره، ليرن انجلش ما دخلتوش من فتره وهكذا. الكومبليتد حاجات انت خلصتها، دي الكورسات اللي انا خلصتها جوه السبيشاليزيشنز. اخر حاجه مثلا الابديتس، لو كورسيرا في حاجه حصلت ما بدخلهوش خالص فككوا منه. الاكومبلشمنتس دي حاجه كده تفرحك من نفسك كل ما بتاخد شهاده جديده، مثلا هو اي دي فيريفيكيشن بيقول لي اه دي الاوفيشال اي دي اوف طارق رشدي عباس في فيريفايد، ودي ماي كورسز والجريدز بتاعتي، اللي هو قلنا ان اصلا الصفحه الحته دي تعتبر بابليك لاي حد يقدر يشوفها وممكن تنزل الحاجه على لينكد ان. وريكومنديشنز لو في كورسات مناسبه ليك ممكن تدخلها تاني، يعني هو بيشوف ايه الكورسات اللي انت بتحبها وبيحاول يديك ريكومنديشنز عليها، فلو دوسنا هنا مثلا جيت ريكومنديشنز بيسالك مثلا ايه الجول بتاعك، هل انت ادفانس ماي كارير، انا عندي كارير معين في مجال وعايز احسنه، ولا عايز ابدا كارير جديد، ولا عايز ابدا كارير جديد بس عندي شويه سكيلز، ولا ادفانس ماي اديوكيشن انا مش عايز اشتغل انا عايز اتعلم، ولا ليرن فور فان انا بحب العلم وخلاص. لو دوسنا مثلا ليرن فور فان، طيب اختار ثلاث حاجات انت بتحبها، فمثلا لو قلت كمبيوتر ساينس وكمان بيقول لك ما شاء الله اختار من جواها مثلا تاك تاك، انا بديكم مثال وهغيره بعدين، لانجويج ليرنينج انجلش ماس اند لوجيك ماس اند لوجيك ونكست، هنا بيقول لي احنا بنختار لك احسن كورسات تنفع لك، وبيقول لي والله دي احسن كورسات مناسبه ليك في السوفت وير ديفلوبمنت، دي كورسات ديزاين اند برودكت،
دي كورسات الليرنينج انجلش، دي كورسات الماث اند لوجيك. ممكن تبقى بدايه حلوه لاي حد يدخل على الريكومنديشنز ويختار هو عايز ايه، وهيلاقي كورسات كويسه، او تدخل طبعا من الكتالوج وتعيش حياتك وتعمل براوز في الكورسات. اتمنى يكون الفيديو واضح، يعني هو طويل شويه بس عشان الناس الاسئله تبقى واضحه واجاباتها واضحه. وزي ما قلنا لو في اي اسئله في الكومنتس نعمل فيديو تاني، مش مشكله نرد على الكومنتس. لو كان سؤال واحد لو متكرر هنعمله فيديو تاني. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وانا بقي وجعني، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.